سلم عليهم. كل كلمة أقولها يلحق، ما فهمتش عليها. مش يجيبوا الورقة طبعا. هدي الورقة أخويا. والله كانت الدنيا رخيصة شوية، ماذا بينا نرخصوا شوية. هبطت توا ب 40,000، والله 50، أي قلت ما يسالش. خذيت كيلو حوت، ودي ماكش مشتاقة حيشختي، باهو الحوت أهون شوي. توا هبطت لتونس على نيتي وأنا اليوم مرتاح. يا رسول الله قلت أظن برج خرا قريب ب 5,000 واش. كيلو بطاطا ما نعرفش ب 2000 واش، الطماطم ب 3,000، الفلفل ب 2000 وما نعرفش قداه. ماذا بينا نرجع كي كنا يا خويا. ياس الدنيا غالية، شهرين ناخذها من هنا نقول زعما باش نفضل نعملش حويجه لولدي بالاله العظيم. وهوني حامل وساكت ونقول يا ربي الحمد لله، وربي يعطينا غيث النافع يا ربي، الله يعطينا بالمطر، يعطينا ان شاء الله باللطف. الاسعار ما عادش خالط، حتى اللي ياخذ في مليون ماهوش خالط راهو، مع الضوء والكري والماس والتوكي بدا كالي الدنيا غاليه. اونتر بارونتيز الدنيا غاليه، قوموا على سوم نقوصوا من 10 واحنا وين ماشيين فانت كونت مانيش عارفين هكاهو. السوم غاليه يا بنتي، كي تخرج 30 ولا 50 ولا اللي هو ما ترجعش عند الفرنك. انا قلت لك اللي يخلص في مليون ومليون ونص ما يخلطش، ماهوش خالط يخلط قدة ربي وكاهو. ربي يخف علينا، يا ربي يعطينا الخير من عنده. الاسعار انت والايام تو كيما الجمعه اللي فاتت ثم برشا حوت، الاسعار هابطه اليوم، ناقص الحوت اليوم، ناقص الحوت شويه شويه غادي فترة والغله سير بش سورتو الطماطم، الطماطم الواحد كدا 2500 طماطم، طماطم 2500 اي واحد ياخذ جوست ولا يقضي كل يوم ويومه، فهمتي؟ تاريخيا التضخم في تونس ارتفع مرتين فوق 10%، مره في 73 وكان ذلك بسبب احداث عالميه اللي هو قطع النفط على الدول الغربيه، ومره عام 84 وقت اللي كانت تونس وصلت 17%، وقت كانت تونس تعيش في ازمه كبيره برشا. اليوم التضخم يوصل 9.2%، اول سبب هو التضخم المستورد اللي في نسبه منه من 70 الى 80% هو تضخم مستورد، لانه في تونس عاملين عجز ب 19 مليار دينار، في نهايه 2022 نجم نوصلوا 22 مليار دينار. ثانيا اسباب في علاقه بمراقبه الاسعار وضعف وزاره التجاره في التحكم في الاسعار. تداعيات الارتفاع نتاع نسبة التضخم على المواطن، المواطن اليوم من جائحه كوفيد الى اليوم خسر ما يقارب من 20% من القدره الشرائيه. اليوم الحكومه تخطط لرفع الدعم، يعني ثم خطر كبير على القدره الشرائيه نتاع المواطن وعلى صمام الامان الاجتماعي المتمثل في الطبقة الوسطى اللي صنعته دولة الاستقلال وكانت دائما تفتخر به أمام الدول العربية.